اكتشفنا احنا في اطار تطوير اللعبه في الجنوب وتحديدا في ولايه توزر. كنت تنقلت انا والمكتب الجامعي الى جهه وكنا عينا المكان وشفنا الصغيرات اللي اليوم يلعبوا في نادي التنس بتوزر، مالوغوزمون يلعبوا في ظروف صعبه، ما عندهمش ملعب، عندهم ملعب قديم برشا لحقيقه في دار الشباب. فقررنا نحن كمكتب جامعي وكرئيس جامعه في اطار زاد ان نعاونوا النوادي باش يحسنوا البنيه التحتيه، كما تعرف مهمه برشا يكون الملعب معناتها ذو صفات عالميه ويكون ملعب يخلي صغيرات يزيفولو دون دي كونديسيون باهين. دونك تعهدنا ان باش نعاونوهم في ملعب يكون ملعب جديد ويكون يضم الصغيرات هذوما اللي قاعدين متعطشين اللعبه هذه اللي اليوم كما تعرف خذت افاق كبيره، خذت صوره اخرى من خلال بطلتنا اون جابر. فكان ترحاب كبير الحقيقه، وكذلك شكر لسيد والي توزر اللي هو كان قام بالمبادره هذه وكان لدى سعى باش ان نزيدوا نحسنوا ونزيدوا نقفوا مع النادي هذايا. ان شاء الله باش تكون هذه المبادره الاولى، وكنا كذلك كلمنا مستشارين باش يزيدوا يقفوا معنا علاش لا نزيدوا نعملوا ملعب اخر. اليوم في الجنوب زاد نعرفوا متاكدين انهم الصغيرات هذيك كان يترينيو في ظروف طيبه ويرقاو ملعب ويرقاو الاحاطه الكبيره، خاطر زاد كذلك باش نكونوا مدربين في الجهه وباش نتنقلوا حتى الغادي المكونين نتاعنا باش يكونوا المدربين اللي باش يدربوا لي زونترينور نقولوا جون باش يكونوهم. دونك ان شاء الله انطلاقه جديده من توزر، وكذلك باش نكونوا نادي جديد في نفطه، وان شاء الله عام 2021-2022 باش يكون الجنوب في الامام كما نقول. بالتوفيق ان شاء الله. ايضا الزياره كان عندها بعد اجتماعي، ظهر لي عملتوا حتى الزياره لجمعيه التحدي اللي في، ما عرفش كان اعطينا اكثر تفاصيل مدى. يعطيك الصحه، في نطاق الجامعه ديما الحقيقه نعملوا بوكو داكسيون هيومانيتير كل عام، اكثر جمعيه ساعات نمشيو مشينا اوبيتال دي زونفون زاد عندنا عامين، دونك هذه اقل حاجه نقوموها، وهذا شكر خاص للمستشارين نتاعنا اللي هما يشجعونا باش ان نقوموا بعمليات كيف هكا وباعانات كيف هكا. مشينا معناتها بمناسبه اليوم العام العالمي للتوحد بور لي زوتيست، دونك مشينا للجمعيه، جمعيه هذه صغيره، جمعيه تكونت عندها عام، جمعيه متكونه من اولياء اللي ولادهم دي زوتيست اللي ولادهم معناتها معناتها مش متعذبين ومرينيهم في ظروف باهيه، مي احنا قلنا نعاونوهم بمبلغ مالي صغير باش انهم يشريوا لهم معناتها لي ماتيريو باش يلعبوا دي زاكتيفيتي كيما راهم يعملوا بالبوزل يعملوا بالليجو، خاطر الحقيقه الجمعيه هذه ما عندهاش برشا موارد كيما حكي لنا السيد. احنا المره هذه يعطينا معناتها اون سوم الحقيقه مش كبيره برشا الحمد لله سافا، مي ناويين كل عام نشوفوا ليفوليسيون تاع الصغيرات هذوما وشنو الحاجات اللي تنقصهم. وكذلك عندنا مستشار ديجا كيرا لاكسيون هذايا قال لنا نو سون بخي زاد بوغ ايدي، ويظهر لي اليوم مش كان البعد الرياضي، فما البعد الاجتماعي وفما زاد التونسي. التونسي رحمه مش خاطر احنا نتعطاو في الرياضه وقاعدين نخموا من الصغيرات نلقاو لهم تيران، لازم زاد من الجهه الاخرى نشوفوا اللي فما صغيرات متعذبين شويه، صغيرات سيغتو اللي قاعدين يقريو فيهم يفتوا بهم يحسنوهم واللي قاعدين موسعين بالهم زاده مستحقين شكون يقف معاهم. ثم سند معنوي وكذلك السند المالي، لكن السند المعنوي هو اكبر من السند المالي. والبارح هذاك شرينا في عينين المؤطرات وكما نقولوا المعلمين نتاعهم. باهي ما تنجمش تكون معايا مدام سلمى، نسالك على الانجاز الجديد لبطلتنا التونسيه انس جابر، اليوم حققت ظهرلي افضل كلاسمون لها في تاريخها، كلاسمون 28 عالميا. صحيح انس تطمح المخير، لكن انجاز ماهوش سهل هذا ايضا. انجاز ماهوش سهل، انجاز تعمل في ظروف صعبه، انجاز تعمل في البيريود اللي العالم الكل يشكي من هالوباء اللي لا اونفاي تو لو موند. انس بالعزيمه نتاعها بالكفاءات نتاعها وراتنا اللي هي قادره، وراهي كانت تنجم زاد تعمل اكثر. لازمنا نحطوا روحنا زاد في بقعه الرياضي اللي يعيش في ظروف صعيبه، راهم التيران للوتيل بارفوا يسون دون دي بول، يعني ما عندهمش حتى شيء كوم ديستراكسيون، راهم دي جوار بروفيسيونيل هذيك هي خدمتهم. انس كانت في الموعد، انس رقم 28 اول مره معناتها ستان اكسبلوا افريكان ستان اكسبلوا اغاب، هذا فخر كذلك للمراه التونسيه.
انا نعذركم من هنا لرولان غاروس ان شاء الله انجي باش تزيد تحسن ان شاء الله نتاعها وان شاء الله باش تكون كما قالت هي في لي توب 20 تاع اكطوالمون وبعد نوليو في لي توب 10 بركه لازمنا نامنوا بها ونقفوا معاها كدوله ونقفوا معاها كجامعه وقدرة ربي اللي جاي أحسن من اللي تعدى. هو كي نشوفوا الروح نتاعها ظهر لي حتى في بطولة ميامي مصابة أنس ولا متقلقة شفناها حتى تبكي وتكملت المقابلة وفازت بها ظهر لي نعرفوا العزيمة نتاع الطفلة هذه. عزيمة كبيرة حب لبلادها كبير علاقتنا نحن كعائلة اليوم أنس ربحت الرابعة عالميا راهو ماهوش ساهل دي كوند ناسيون صوفيا كيني نحكي لك أنا ألمانيا نحكي لك أنا فرنسا في بلادها مش عندها جوارين في الكلاسمون ما وصلوش عملوا نتيجة كيما نتيجة أنس إن شاء الله الجاي كيما قلت لك أحسن إحنا كجامعة الدين عندنا ثقة فيها وفي الطاقم الفني نتاعها شو كملوا نسندوها إحنا خاطر كجامعة نخدموا نسكروا ودنينا ونغزروا القدام وربي سبحانه معانا واللي وقفوا معانا بارك الله فيهم بارك الله وكل المستشارين كذلك اللي وقفوا مع أنس وإن شاء الله يا ربي أنس تطلع في البوديوم في لي جوز أولمبيك هذايا كان أوبجيكتيف حاطينه كجامعة وحطيته هذه والطفلة هذه قد ما نعطيوها وقد ما نقفوا معاها وباقي شوي. شنو حضرت مدام الجامعه التونسيه باش نشوفوا انس جديده وملك جديد في التنس؟ احنا توا عندنا صغيرات، احنا كما تعرف تونس قاعده تنظم في 50 جمعه في دورات دوليه ذو 15000 دولار، احنا توا تحديدا في الساقس فما اي تي اف جونيور صغيرات اللي عمرهم من 15 حتى 18 يلعبوا في دوره عالميه في الساقس اللي كانت في نابل وكانت في سوسة دونك الاولاد نتاعنا قاعدين يحسنوا في التصنيف الاولاد عندنا منصوري عندنا دوغاز البارح عزيز دوغاز ربح الدوره ب 15000 دولار في مستير كذلك عندنا فريال بالاحسن خلت الدومي فينال وزاد كذلك ماشي في تحسين التصنيف العالمي نتاعها جونيور عندنا ابطال افريقيا اسمي ما نجمش نقول لك شكون عندنا ابطال ولا لا ما لعبناش بطولات افريقيا مي قاعدين يخدموا في خدمه باهيه شكر خاص لكل رئيس نادي قاعد يسعى باش يطور اللعبه وباش يحسن مستوى اللاعبين في صلب النادي نتاعو واحنا كما قلت لك عائله واحده كرئيس جامعه وكرؤساء النوادي عندنا صغير زاد وليد صغير عمره 12 ans مشى لفرنسا مشى لتركيا وخلى الدومي فينال وربح لو بروميي جوار ترك في العمر نتاعو دونك ان شاء الله المستقبل نطور فيه جو سوي تري بوزيتيف مي ان شاء الله كل شيء بالنتائج وقدرة ربي ديما باش تقعدوا تسمعوا على التنس التونسي ان شاء الله باش ما نكبرش كرشي برشا نحب نسبه مئويه بقداش نجموا نشوفوا مش انس جيل ما نقولوش 28 نقولوا نوصلوا للتوب 100 نقولوا بنات ولا اولاد قداش نسبه مئويه نجموا نشوفوا انا نقول لك توا اولاد تنجم تشوف زوج توب 100 وفي البنات دوغاز وزكريا المنصوري انا نقول لك دوغاز منصوري وفي البنات نقول لك تصبر شويه تصبر شويه وتجم تشوف واحده اللي هي تشوف واحده ما نجموش تو نعطيو اسامي خاطر البنات الاخرين زاد نحب نعطيهم ديما شفنا وديما ديما يخدموا على خاطر ماك تعرف كون تي دوني دي نو بوتيتر سافا اي طيح شويه المورال نتاع الاخرين اي صحيح ما يسالش اي واضح يعطيك الصحه شكرا ليك يعيش يعيش والحمد لله يا ربي وان شاء الله بيان سور اليوم نلقاو دي ستركتور اكثر انا ديما نسعى بانه يكون عندنا اكثر من معهد رياضي اليوم مش معقول تونس هذه اللي قاعده تنجح في الابطال في كل الرياضات معهد رياضي واحد اليوم الفوليوم اوغيغ يا اسلام مهم برشا اللاعب النخبه اللي فوق ال 12 اقل حاجه اربع سوايع دونك بربي ماذا بيا سياسه الدوله فوكاليزي سور لو سبور بونسي هذا ظهر لي مستحيل وقاعدين اخر همهم ظهر لي السبور في تونس ربي يسر وحدنا قاعدين نمحكوا يتفكروا كان وقت اللي باش يمدوا وجوههم هكا باش يتصوروا وقت الميداليات سينو هذاك هو والله ايش باش نقول لك مش قاعدين يعملوا في استراتيجيات ومدى بعيد ما همش قاعدين يخدموا من اللوطه اليوم لي سونتر دو بروموسيون لازم اون ريفيزيون لو ليسي سبورتيف راه واحد في الساحل واحد في السود واحد في الشمال الغربي راه مش اليوم جيت داخل لاعب في الصلب معهد الرياضي ما تلقى كفايه ترينا تلقى الفويي معبي تلقى معناتها ما فماش احاطه تلقى ما فماش معناتها اليوم يظهر هذا اهم من برشا حاجات قاعدين نوريو فيها وقاعدين نحوروا نسوقوها والسبور راهو لازم يخدموا وكان تخدموا ترقاها معناتها لازم اولويات الدوله ديما نقولها ارجع لاي ما حبوش يفهموا ما حبوش يفهموها انت كي تشوف في الحملات الانتخابيه تشوف حتى حزب ما يحكي على السبور تشوف في مجلس النواب فمش حتى لجنه خاصه بالسبور تفهم انت اللي ماهوش من سياسه الدوله واخر اهتمامات السبور رغم اللي قاعد يدخل في برشا نجاحات وبرشا انجازات وحتى برشا فلوس للبلاد هذه قاعد داخل احنا اليوم صدقني ما نحبش واحد يحكي على روحه كجامعه تونسيه للتنس احنا اليوم نخدموا احنا لو بروميي تور اوبيراتور اللي يخدم في السياحه الرياضيه احنا من شهر جويليه ما وقفناش كل يوم عندي 150 لاعب
توا تحديدا في مستير و256 لاعب منهم 150 اجنبي في ساق. شكون قاعد يخدم؟ قاعد نخدم في الاقتصاد في السياحه؟ حتى كلمه بارك الله فيكم لا، بالعكس احنا مقلقينهم كيف قاعدين نخدموا. انا نحب نقول لهم انا بنت الميدان، بنت الرياضه، مدرس في الرياضه، الرياضه في دمي، اللاعبين والنوادي كلنا لحمه، احنا نخدموا في بلادنا من موقعنا، ما نستناو في حتى شيء، احنا نوصل دي بينيفول، وكي الرايه التونسيه تتهز الفوق هذاك هو فخرنا وهذيك هي فرحتنا، وخلي الناس يقولوا اللي باش يقولوا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك مدام سلمى المولي رئيسه الجامعه التونسيه للتنس، بالتوفيق ان شاء الله ليك وايضا للرياضيين وخصوصا انس جابر، ان شاء الله نشوفوها في التوب 20 قريبا، لما لا. فاصل فلاش بوس ومكملين فير بلاي.